أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من قناة الرياضية. يغادر في الساعات القليلة المقبلة فريق أولمبيك خريبكا المغرب في اتجاه غينيا بيساو بعد أن أجرى صباح اليوم بملعب الفوسفات آخر الاستعدادات تأهبا لمباراته ضد سبورتينغ كلوب السبت المقبل ضمن ذهاب الدور التمهيدي لمنافسات النسخة 12 لعصبة الأبطال الإفريقية. الفريق الخريبكي بقيادة مدربه الفرنسي أنري ديبيرو يسعى للذهاب بعيدا في هذه البطولة. سفيان الراشدي وسمير نور. الرهان واحد والهدف أوحد أبرز عناوين المغامرة الإفريقية لأولمبيك خريبكا الذي خاض آخر حصة تدريبية قبل الغوص في فصول جديدة بغينيا بيساو وهو يواجه نادي سبورتينغ كلوب. هنري دي بيرو وأبنائه كلهم إصرار للبصم على تمثيلية مشرفة بدور أبطال إفريقيا. خريبكا ستمثل المغرب رغبة في تجاوز خيبة أمل كأس إفريقيا، لذا سنعمل على تجاوز ذلك وبعث الفرحة على محيا الجماهير المغربية. بعدما تألق بكأس الاتحاد الإفريقي قبل عام من الآن وإحرازه للازدواجية البطولة والكأس، يسعى الخريبكيون لمجابهة كبار القارة رغم الإكراهات التي تفرض نفسها دوما بالأدغال الإفريقية. حق مقابلة قوية وإحنا موجودين لها في الكفاية والحمد لله العناصر مستعدة ما يكفي وغنمشيو باش نحققوا نتيجة إيجابية إن شاء الله. الخسارة الأخيرة للأولمبيك بالدوري الوطني أمام المغرب التطواني وحجم الإصابات التي لحقت بأبرز نجوم الفريق كإبراهيم لارجو وتريكي ومرصادي وبقلال لم تنل من عزيمة زملاء عبد الصمد وراد لتشريف الكرة المغربية رفقة الجيش الملكي بأغلى كؤوس القارة. تنتمنى من اللاعبين ديالنا ينسوا المقابلة ديال المغرب التطواني ويمشيو بواحد المعنويات مرتفعة، على الأقل يجيبوا واحد النتيجة إيجابية من غينيا بيساو، وتنتمنى اللاعبين يمشيو بواحد العزيمه ويكونوا مجموعين باش يحاولوا يشرفوا الكره المغربيه، وتنتمنى من اللاعبين مزيد من الخير ان شاء الله. انتهينا لتونا من حدث افريقي ليطفو على الصد حدث لا يقل اهميه، اولمبيك خريبكا يستعد للاقلاع نحو المجهول بحثا عن لمعان متجدد.